البداية كده عايزة أعرف بقى الاختيار، فكرة اختيار وفد تفاوضي وتروحوا وتتكلموا وانتوا اتنين أصغر المشاركات، عايزة أعرف القصة كلها ماشية ازاي. اوكي تمام. طيب هي ابتدت الاول احنا كنا قدمنا ان احنا نبقى جزء من لجنه استشاريه وطنيه، فاللجنه دي كان قدم عليها ناس كتيره جدا، واحنا اختارونا من تقريبا اكتر من 1800 ابلكيشن. وبتبتدي الحكايه من النص، قدمنا ده يعني عرفتي ازاي؟ شفتوها من امتى؟ طيب من الاول خالص. ما هو يعني كل حد كان ليه قصه مختلفه لقيناها ازاي شويه، بس انا كنت لقيتها لان انا كنت اشتغلت قبل كده مع وزاره الشباب والرياضه، كنت جزء من الكوب 27 يوث تاسك فورس، فانا كنت اوريدي متابعه اللي بيحصل. احنا كنا منزلين بقى وقتها، كان نازل على البيج بتاعه وزاره الشباب والرياضه، وكنت لقيت الابلكيشن وحبيت ان انا اشارك، لان يعني مش كتير قوي ما بنلاقي حاجات يعني ناشونال لموضوع المناخ لسه، بس دلوقتي هو يعني ادينا بنبتدي. تمام مادونا بالظبط. هي نفس الفكره، احنا كنا بنقدم ولقينا الاعلان بتاع اليوث تاسك فورس، كان السنه اللي فاتت كان بداوا الشباب ان هم جيت انفولفد اكتر في كوب 27. انا برضو كنت موجوده في كوب 27 بس مع ديليجيشن تانية، واوريدي عندي الانيشيتيف بتاعتي اللي هي بتشتغل على الكلايمت تشينج، فانا اوريدي انفولفد في الحته دي. فلما لقيت اعلان الشباب والمناخ على لينكد ان قدمنا كلنا، كنا حوالي 1800 شخص من الشباب قدموا، مرينا بفلتريشن بروسيس طويله شويه، كان في الابلكيشن ما كانتش فكره سهلة. التصفيات اللي كان بيحصل عليها التصفيات بدات في الاول بالابلكيشن خلال ان احنا نقدم ثرو الابلكيشن، بعد كده كان في اونلاين انترفيو لناس فلترد من ال 1800 اللي هم كانوا حوالي 50 حد، كان منظمات كتير بتشرف عليه زي اليونيسف، زي وزاره الخارجيه، ناس من وزاره البيئه، ناس من وزاره الشباب، من يعني حاجات مختلفه كمان من اليو ان. بعد الاونلاين انترفيو دوت اتعمل لنا انترفيو تاني ل 20 شخص بس من اللي اتاخدوا من ال 50، اختاروا منهم 9، احنا كنا من ضمن التسعه اللي هيسافروا. ومش بس احنا هنسافر، احنا كلجنه شباب المناخ احنا مكملين اكتر من سنه او يعني حوالي سنه ونص تقريبا، ان احنا هنعمل اكتيفيتيز كتير، هنحاول نجيت للشباب ان هم يجيت انفولفد اكتر كمان في موضوع المناخ. سلمى ومادونا عملوا انجاز عظيم جدا، حاجه عظمه على عظمه، ما شاء الله عليكم، وبجد يعني حاجه تشرف جدا انكم تعدوا كل المراحل دي لغايه ما تشاركوا وتمثلوا وتحملوا اسم مصر في مؤتمر كوب 28 في دبي. قبل ما نروح هناك بقى ونتكلم على التفاصيل والجلسات واشتغلتوا ازاي وايه كان دوركم كوفد تفاوضي، مهم جدا الاستعداد قبل كوب 28، استعدتوا ازاي؟ هل كان في دورات معينه، في برامج معينه اشتغلتوا فيها على نفسكم قبل ما تسافروا كوب 28؟ سلام. تمام. هو احنا مرينا بمراحل كتير جدا من التدريب. احنا كان في تدريب اونلاين، وكان في كانت عباره عن سيشنز مختلفه عن كل التوبكس المختلفه في المفاوضات نفسها والاساسيات كلها بتاعت كوب، وبعدين كان في معسكر مغلق 5 ايام كنا كلنا وقتها قعدنا مع بعض، وبرضه خدنا تاني كورس مكثف عن كل النيجوشيشنز والسيستم. اتهريتوا كورسات يعني. الحمد لله. وبعدين كان في تاني كان في بروجرام اتعمل في ريتز كارلتون، كان يومين حضرناهم، برضو كان بمشاركه وزارات واليو ان وكل ويونيسف وكل المؤسسات دي، كنا موجودين هناك، وبرضو كان بقى زي اقرب الى سيميوليشن بقى زي النيجوشيشنز، وكنا عامله زي كنا متقسمين محاكاه للحاجات بالظبط. فيعني احنا شفنا كل حاجه. كنا جاهزين لكل شيء. دول بالظبط احنا عدينا على اكتر من مرحله من التدريب وعملنا سيميوليشن عشان نبقى برضو فاهمين اكتر احنا من جوه شكل البروسيس نفسها هتبقى عامله ازاي، ازاي كدورنا كشباب هيبقى ايه جوه المفاوضات. وده بصراحه اسهم كتير في فهمنا هناك، كنا من اكتر الناس الوفود الشعبيه اللي فاهمه كويس هي رايحه تعمل ايه، اللي فاهمه ايه اللي بيحصل كويس وانفولفد في كل توبك، لان احنا برضو تقسمنا توبكس، يعني كل حد فينا جوه المفاوضات كان ماسك توبك مختلف عن التاني، فكنا يعني سبيسيفاي يعني في حته معينه.